خليني التاريخ أذكرك بقضية أنت تقول يعني تظاهرات 2014 كانت هي الغاية أو جزءا من الغايات منها هو لإحياء الصراع الشيعي الشيعي، لكن عندما تنظرون إلى هذه التظاهرات هي ليست جزءا من هذا. يعني ليش؟ لا أنا ما أقول بالتظاهرات بمفهوم التشريعي، لا أنا لا أقول بهذا المفهوم. 800 سيد العزيز مات الآن تتهمونها سيد دجل بأنها تريد الصراع. سيد دجل لا تقولني ما لا أقول، لا تقولني ما لا أقول. أنت الآن جمعت الأمر بهذا الشكل. أقول هناك من كان يدفع بين قوسين، بس اسمعني سيد دجل أرجوك أن تركز على كلامي. من كان يدفع، اسمع سيد دجل، أنت إذا أرجوك بثانية، شوف سيد دجل أرجوك، النص أنه تظاهرات الأنبار و2014 كانت جزءا منها لإحياء الصراع الشيعي. لم تكن كانت، كان هناك من يدفع عيد الرسالة، كان هناك من يدفع مسألة التحذير من الصراع الشيعي الشيعي. سادة يا عبار، كما تعلم أغلب الدراسات الأجنبية كانت تميل، وكانت الدراسات الخليجية كانت تميل، وأنا أقرأها وأنت تقرأها، تميل إلى الدفع بالاتجاه الصراع الشيعي الشيعي، وهذا كان واضح من خلال التظاهرات داعش اللي صارت في 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 الأنبار قادمون إلى بغداد، وواضحة في التظاهرات اللي حصلت في 14 وغيره. أخي العزيز، كان هناك دفع بهذا الاتجاه، لكن حصل ذلك؟ لن يحصل ذلك. هناك دفع بهذا الاتجاه وهناك إمكانيات، لذلك كان الإطار يحذر بأن هناك من يدفع بهذا الاتجاه. يعني ولكن هناك بمعنى التظاهرات كان هناك من يدفع. شوف سيد العزيز، نعم، شوف سيد العزيز، كان هنا، وأنت تعلم أن مظاهرات تشرين اخترقت، ومن يقول عكس ذلك فهو واهم، ومن كان يقول بأن ليس هناك قوة خليجية وأجنبية تدفع باتجاه التصادم، إذا كنت تريد ذلك نعم هاي موجودة، وأقولك يا بعظمة لساني، نعم. لكن التشرينون الذين خرجوا للمطالب كانت 90-80% منهم ناس خرجوا من أجل مطالب حقيقية واقعية، طيب. تريد فعلا تقديم الخدمات وسوء الإدارة وانتقلوا إلى المرحلة السياسية. أنا لست بهذا الصدد، نعم. دفع بالاتجاه الحرب الشيعية الشيعية موجودة على قدم وساق ساد نجم، ولا زالت قائمة لحد هذه الدقيقة. الله يلعن كل من يفكر بهذا يا أستاذ عدنان. دم أبنائنا عزيز علينا، لعنة الله عليهم إلى يوم الدين.